يا مساء الخير والورد والفل والياسمين عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء، وحشتوني جدا 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 من الحلقه اللي فاتت للحلقه دي. النهارده في بدايه حلقتنا، النهارده الحلقه فيها فقرات حلوه جدا هتعجب حضراتكم. هنتكلم عن المصل الجديد لكورونا وابعاده، هنتكلم كمان عن السياحه الشتويه وخصوصا ان ده موسم رائع لهذه السياحه. هنتكلم في موضوعات كتيره جدا جدا، ولكن دلوقتي عايزه احكي لكم حكايه جات لي من المشاهده دي اسمها فوزيه. مدام فوزيه بعتت لي وبتقول لي: انا من صغري وانا اهلي مدلعيني وبيربوني على الصح والغلط، اتربيت تربيه كويسه جدا. بابايا كان مفضلني عن كل اخواتي، كنت مميزه جدا في التعليم وكان الكل بيتنبأ لي بمستقبل باهر. كبرت ودخلت الجامعه، ولما دخلت الجامعه زي اي بنت قبل ما بتخلص الجامعه بيبدا العرسان يتقدموا لها، وزي كتير من المجتمع المصري والعائلات المصريه جواز الصالونات. يعني واحد بيجي لنا بيقولوا والله ده ابن ناس طيبين واخلاقه كويسه وجاهز من مجاميعه، وبالفعل جالي عريس بهذه المواصفات. على طول اهلي وافقوا، وكنت في اخر سنه في الجامعه. اتجوزت وقعدت وفوجئت بالحياه الزوجيه. فوجئت بشخص very rude، في وقاحه في الردود والاسلوب، وايضا كان بخيل جدا جدا جدا. والبخل مش معناه البخل المادي فقط، دايما بنلاقي البخيل ده مش بخيل في الماده بس، ده بيبقى بخيل في المشاعر، في الوقت، في الاهتمام، بخيل في كل حاجه. قلت يمكن كل المتجوزين هي دي حياتي الزوجيه، وخصوصا ان انا ما عنديش اي خبره، انا واحده خرجت من الجامعه على بيت العدل. تخيلت ان كل البيوت كده، ولانها دايما بتقول لاهلها ان انا شاطره وناجحه، قررت انها تنجح العلاقه دي وتنجح جوازها، وخصوصا ان ربنا رزقها ببيبي او بطفل. شافت الامرين من ضرب واهانه وقله قيمه، وكانها ملهاش اهل، وكان الراجل احيانا لما بيتجوز الست بيفتكر ان هي كنبه ولا حيوان جابه في البيت، من حقه ان هو يعمل فيه اي حاجه كده، بيت انيمال او حيوان اليف. عاشت وقالت هي دي حياتي ولازم انجح فيها ولازم انجحها، يمكن انا مش فاهماه، وكانت دايما بتجيب العيب عليها. وحاولت توري لباباها ان هي الناجحه المميزه زي ما بتتوقع مني، هتلاقيني دايما يا بابا. كملت حياتها لمده 4 سنين، وفي السنه الرابعه من جوازها باباها توفى. راحت تعزي وقعدت شويه مع مامتها، تأنسها وتأنسها في وحدتها، وتقول لها البقاء لله يا ماما، ويعبروا شوية عن حزنهم. رجعت بعد أسبوع لقيته مغير الكالون وقال لها انت مالكيش مكان هنا، وباتت ليلة شتوية ساقعة ومتلجة على سلم البيت هي وابنها. ما دخلهاش البيت غير بعلقة سخنة جدا، ولما دخلت البيت بالعلقة المحترمة دي سكتت وقررت ان هي هتغير حياتها. أخدت أول ما نزل من البيت أخدت ابنها وأخدت شنطة هدومها وراحت لأهلها، وقررت إن هي تستخدم التعليم اللي كانت دايما متفوقة فيه، وراحت واشتغلت وأثبتت وجودها. وربنا دايما بيعوض، طلعت كل الفشل والطاقة السلبية اللي شافتها في حياتها الزوجية في حياتها العملية. اشتغلت وتعبت وطلع عينيها. فوزية كانت مصرة على النجاح ونجحت وربنا وفقها. لما لقاها نجحت وربنا وفقها عمل ايه؟ راح الاول كان بيضربها، بعد كده بقى يستغلها. بقول لك ايه يا حبيبتي، انا اسف، انا كان اهلي اللي بيسلطوني عليكي عشان كنا في بيت عيله. حبيبتي انا هقعد معاكي ومع ابننا ونبني حياه جديده. مدت له ايديها تاني وقالت له هسمعك تاني، وقالت له عايزاك تاني. وبالفعل المره دي بقى ما كانش بيضرب، كان بيستغل. انا عليا ديون في الحته الفلانيه، اديني من مرتبك. انا عليا ديون في الحته العلانيه، اديني علشان اسد الديون دي. وعشان هي عايزه تكمل حياتها وعشان هي عايزه تنجح الحياه دي كانت بتديله. فضل يستغل فيها، وطبعا الطبع بيغلب التطبع. هل هيفضل سو كيوت كده على طول؟ لا، مره تديله والمره اللي ما تديلوش فيها برضو اهانه ومد ايد واخر قله ادب. استمرت الحياه وطولت ما بينهم لغاية أما عدت ال15 سنة. وفي يوم من الأيام كانوا بيتخانقوا مع بعض، وهي بتتخانق من حرقة الضرب فيها وقعت من إيديها السكينة. السكينة جت جنب بنتها، كان في ما بينها وما بين بنتها 5 دقايق. كانت ممكن السكينة دي تقتل بنتها وكانت ممكن تقتله. في اللحظة دي قررت فوزية تغير حياتها، وقررت فوزية إن هي تقول في حياة جديدة وهاخدها. قال لها انتي لازقة، مش عاجبك اخلعيني، الخلع هطلع منه زي الشعرة من العجين، مش هديكي أي حاجة. قالت يا ربي، يعني طول حياتي مستغلة وبياخد فلوسي وخد عمري وخد شقاية وخد شبابي، وكمان في الآخر أترمي في الشارع، في الآخر ما يبقاش ليا أي مكان. فوزية بعتت لي وقالت لي يا دكتور منى أعمل إيه؟ قلت لها لا يا فوزية، عايزاكي تبقي جامدة، أنا هجيب لك النهاردة جهبذ من جهابذة القانون عشان يرد عليكي ويقول لك القانون المصري كفلك إيه في حالة الخلع. النهاردة يا فوزية معانا ومعاكم ومع كل المشاهدات اللي حكايتهم شبيهة بحكاية فوزية، المقهورات اللي مش عارفين يعملوا ايه، لان في بعض الرجال بيتخيلوا ان خلاص انا مش عايز الست دي، اقعد ازهقها واطهقها في حياتها لغايه اما تطلب الخلع مني واطلع ما اخسرش اي حاجه. هنعرف الكلام ده وهنعرف هل المراه ليها حقوق في الخلع ولا لا من الدكتور اللي مشرفنا النهارده معانا ومعاكم، دكتور وليد سعيد عبد الخالق، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، دكتوراه في الحقوق جامعة الزقازيق، عضو هيئة التدريس بكلية لندن للعلوم المتخصصة، وعضو الاتحاد الدولي للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. حضرتك منورنا النهارده. نورتني. تقول إيه الفوزية؟ أولا طبعا هي مأساة كبيرة بنعيشها في المجتمع المصري النهاردة، زيادة معدلات الطلاق وحالات الخلع. يمكن مصر بتسجل أرقام عالمية كبيرة جدا دلوقتي، داخلين في ال1,000,000 حالة في السنة تقريبا ما بين طلاق وخلع. ده رقم صعب جدا جدا، مؤشر خطير لتفكك المجتمع المصري، كارثة بكل المعاني. طبعا مش هنبحث في الاسباب، لان الاسباب أكيد كتيره جدا جدا جدا، ممكن نختصرها في اختلاط المفاهيم، وان اختلاط الادوار ما بين الست والراجل، يعني او تخلي كل طرف منه عن دوره في الحياه الاسريه، وانهيار المفاهيم الاسريه ما بين الزوج والزوجه او في المجتمع عموما. يعني الاسره ليها كيان، ليها قدسيه، للاسف المفهوم ده ما عادش متواجد دلوقتي عند ناس كتير. القانون المصري نظم الخلع في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وحدد الطريق. دعوى الخلع أو نظام الخلع هو مش نظام مستحدث، مش نظام مستجد، هو نظام بيجد أسسه في الدين الإسلامي. طب أول تطبيق واقعي له كان على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجة الصحابي ثابت بن قيس لما ذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له إني لا أعيب فيه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعت جاب الصحابي الجليل وقال له الوضع، الزوجه بتقول كذا كذا، فهل اهداكي شيء؟ فقالت اهداني حديقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اتردين له الحديقه؟ فقالت نعم. فقال اقبل الحديقه وطلقها تطليقا. الحديقه دي اللي هي المهر. فالمشرع طبق نظام الخلع الاسلامي، ان الزوجه بتفتدي نفسها. يعني هي وصلت لمرحله، مش بنتكلم على مرحله تعدي، مرحلة التعدي أو الضرر اللي أصاب الزوجة ممكن تلجأ للطلاق، وفي أنواع طلاق كتير للضرر. هي الخلع هي بتفتدي نفسها بقى، هي وصلت لمرحلة أنا متنازلة عن كل حاجة. هستأذن حضرتك بس، هنطلع فاصل وهنرجع على طول ونكمل مع بعض. اتفضل. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء، وما زلنا معكم ومعنا دكتور وليد بيعرفنا حقوق المرأة في حالة الخلع. اتفضل يا دكتور. احنا قلنا قبل الفاصل ان الخلع هو عبارة عن المرأة بتفتدي نفسها. أيوة. انها مش عايزة، هي بتتنازل عن كل حقوقها الشرعية تجاه الزوج. بداية قبل رفع دعوى الخلع أو في مقدمة رفع دعوى الخلع بترد له مقدم الصداق الثابت في قسيمة الزواج المتعارف عليه أو المتبع دايما إنه بيبقى رقم صغير جنيه أو 5 جنيه، بيبقى مثلا 10,000 وواحد بيندفع واحد وال10,000 مؤخر، فبترد الواحد أو ال5. في بعض الأحوال طبعا بتبقى أرقام بتتكتب، بتحط أرقام كبيرة، هي ملزمة برد هذا المبلغ. ده أول إجراء بيتم في سبيل دعوى الخلع. دعوى الخلع الزوجة غير ملزمة بإثبات أي شيء، هي كل ما في الأمر إنها بتقر بغضها للحياة الزوجية وعدم إمكان أو إمكانية استمرار الحياة الزوجية، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله. ده المطلوب من الزوجة. المحكمة أو القانون بيلزم المحكمة بأنها تعرض الصلح على الزوجين. وفي المحكمة بتعرض الصلح أولا من نفسها، وبعد كده بتندب حكمين لمحاولة الصلح ما بين الطرفين. دي كلها إجراءات قانونية، إجراءات ممكن نقول روتينية شوية، لعل وعسى يتم الصلح. ما تمش الصلح كده كده الخلع، هي مجرد ما بترد مقدم الصداق او المهر اللي اندفع وبتقر قدام المحكمه ببغضها للحياه الزوجيه وانها لن تستطيع الاستمرار وانها تخشى الا تقيم حدود الله، المحكمه بتقضي بالخلع بناء على ذلك. حكم الخلع حكم نهائي ينفذ مباشره، ما فيش فيه طرق طعن. يعني هي المساله مساله وقت قليل جدا، مساله شهور بسيطه، غير الطلاق. الطلاق اول درجه واستئناف بتقعد فتره طويله شويه. فهي الخلع مثل الخلع بالنسبه للمراه انها بتفتدي نفسها، بتتنازل عن حقوقها مقابل انها تفتدي نفسها وانها تكسب وقت او باسرع وقت ممكن. حقوق المراه في الخلع زي ما احنا قلنا انها بتفتدي نفسها، فانها بتتنازل عن كل حقوقها الشرعيه. بما معناه حقوق المراه بعد الطلاق او بعد الطلاق عموما، لان هو الخلع بيؤدي الى الطلاق، هو نهايته طلاق، طلاق بائن. يعني بعد الطلاق ليها اللي بنتكلم عن نفقه العده ونفقه المتعه ومؤخر الصداق. الخلع بتتنازل عن هذه الحقوق، ليس لها حق في المطالبه بهذه الحقوق فيما بعد. بخصوص نفقه الزوجيه، حتى القضاء بالخلع او حتى صدور حكم الخلع كان في اختلاف فقهي في هذه الجزئيه. في بعض الفقهاء قالوا لا تستحق نفقه زوجيه في الفتره دي، وفي بعض الفقهاء قال تستحق نفقه زوجيه. المتبع عليه في المحاكم او الجاري العمل عليه ان المحاكم بتقضي بالنفقه الزوجيه حتى تاريخ حتى تاريخ صدور حكم الخلع. ده بالنسبه لحقوق المراه، يبقى هي بتفتدي نفسها مقابل انها تتنازل عن كافه حقوقها الشرعيه وترد كمان المهر اللي هي خدته او مقدم الصداق الثابت في القسيمه. حقوق الاطفال في الخلع هي في الطلاق ما بتتاثرش، لان حقوق الاطفال لا ليها دعوه بالمراه ولا بالرجل، دي حقوق مستقله لا يجوز لاحد الطرفين ان يتنازل عنها، لا يجوز لاحد الطرفين ان ينتقص منها، لا يجوز لأي مؤثر خارجي أن يؤثر على هذه الحقوق. حقوق الأطفال ثابتة، زي نفقة الصغار، زي المسكن، زي أجر الحضانة للمرأة اللي هي رفعت خلع وقضي لها بالخلع، ليها تاخد أجر حضانة لأطفالها الصغار كمان، ده ما بيتأثرش بالخلع، زيها زي الطلاق بالظبط. مصاريف تعليم، مصاريف علاج، كل الالتزامات أو كل الحقوق الخاصة بالأطفال أو بالصغار ثابتة لا تتأثر بالخلع، مثلها مثل الطلاق تماما. يعني ده ممكن حاجة إجمالية كده عن الحقوق في الخلع والطلاق. زي ما قلنا هي ميزة حكم الخلع إنه حكم نهائي لا يقبل طعن فيه، حتى لو كان في مخالفة للقانون في الحكم أو في المحكمة في إجراء جوهري المحكمة ما اتخذتوش أو عن طريق السهو مثلا، لا يقبل الطعن، ممكن يترفع دعوى بطلان حكم. غير الطلاق، الطلاق مشواره بيبقى طويل شويه. الخلع ميزته بالنسبه للمراه انها مش مطلوب منها تثبت اي حاجه، لا مطلوب منها تثبت اضرار، لا مطلوب منها يعني مش مطلوب منها اي اثبات. تمام 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 يا دكتور، بجد والله افرحي يا فوزيه، هتاخدي حقوق ولادك وكمان هيبقى من حقك ان انت تقعدي في بيتك، مش هيطردك منه ده طبعا، وهيصرف عليهم طبعا. القعده في البيت احنا اللي هو مسكن الحضانه لحين بلوغ اصغر الاطفال سن 15 سنه تكون دبرت نفسها. يعني حين يوصل 15 سنه هنا بتنقضي حضانه النساء او بينتهي سن حضانه النساء، فبالتالي مسكن الحضانه ينتهي معاها. بجد يا دكتور احنا بأمانة حضرتك فهمتنا حاجات جميلة، وطبعا دي مش آخر حلقة، حضرتك بتوعدنا وبتوعد كل المشاهدين ان الاستشارات القانونية اللي بيبعتوها المشاهدين حضرتك دايما ترد عليها. أكيد إن شاء الله. ميرسي جدا يا دكتور. في نهاية فقرتنا بنشكر دكتور وليد سعيد عبد الخالق. مشاهدينا الأعزاء هنطلع فاصل وهنرجع لكم على طول، استنونا.